هولندا بمدرسة المرتدات، بمدرسة جديدة جدا على المدرسة الهولندية، بتفوز بكل سهولة على المنتخب الامريكاني. الارجنتين بقيادة ليونيل ميسي بابداع غير عادي بتتفوق على المنتخب الاسترالي. فرنسا بفجور كيليان امبابي بالسن الصغير بكسر ارقام كتيرة في كاس العالم بيتفوق على المنتخب البولندي. انجلترا بتفوز على السنغال، واليابان وكرواتيا لاول مرة في كاس العالم 2022 في قطر بيخشوا الاكسترا تايم وضربات جزاء، ولكن متعة الساموراي الياباني بتنتهي دائما في دور الستاشر. اما البرازيل فما بتحتاجش اي مجهود عشان تفوز على المنتخب الكوري بالاربعة، وكذلك منتخب البرتغال اللي بيقدر يفوز بدون رونالدو في صعقة للجميع على المنتخب السويسري بالستة. والمغرب بتحقق المستحيل وتفوز على المنتخب الاسباني وتقصيه من دور الستاشر. وبكده يبقى فعلا دور ناري عدينا عليه. هنتكلم ونشوف ازاي المنتخبات دي قدروا يوصلوا لدور الثمانية، ونحلل الاربع ماتشات بتوعنا الناري. كرواتيا هتلعب البرازيل في اول مباراة، هولندا هتلعب الارجنتين في ذكرى 98، المغرب هتلعب اسبانيا، واخيرا فرنسا وانجلترا. فاعملوا لايك رزيعة لو وحشاكم الحلقات دي، هنتكلم ونلخص ونرزع في كل المنتخبات البقية والماتشات النارية اللي موجودة. اشتركوا معنا في القناة وتابعوا الفلوجات سواء هنا او على الفيسبوك او على تيك توك او على انستجرام، لان التغطية ما بتنتهيش. واكيد بفكركم بالراعي الرسمي شامبو رقم واحد في مصر وفي العالم كلير، اللي المسابقة انتهت عند هنا، وفعليا نقوا خلاص المتسابقين اللي فازوا عشان يجوا يحضروا معانا دور نصف النهائي. فخليكم بقى متابعين رزيعة الفترة اللي جاية، لان كل ما بتأخر في البطولة وبتروح لبعيد كل ما الحلقات بتزيد حلاوة والدنيا بتوحوح معانا. فشغلنا المزيكا عم سعيد، ويلا نتوقع ونشوف ونرزع في دور الثمانية ونشوف مين هيوصل للمربع الذهبي. اهلا بيكم يا رزيعة في حلقة جديدة من حلقات رزع المونديال، وخلينا نبتدي المشوار في دور الثمانية من الاربع ماتشات بتوعنا بالترتيب، واولهم هو ماتش كرواتيا والبرازيل. فكرواتيا اللي كانت بدايتها غير جيدة بالمرة في مجموعة عانت فيها جدا وطلعت تاني مجموعتها، ولكن بالخبرات اللي عندها كبيرة جدا كوصيف لكاس العالم 2018 تملك ميزات تخليها موجودة في دور الثمانية. اي نعم بتلعب منتخب البرازيل اللي ناس كتيرة جدا بتوصف ان هو المنتخب الاقوى والاجهز والمرشح رقم واحد في البطولة، ولكن لو تسألنا عن نقطة ضعفهم الأولى هي الإكسترا تايم. يا جماعة الناس دي بتلعب إكسترا تايم بقى لها 5-6 سنين من 2018 وهم لسه في موضوع الإكسترا تايم. كل ما أشوف كرواتيا وابتدي ركز معاها هم بيتعادلوا ويخشوا إكسترا تايم ويلعبوا على نقطة ضربات الجزاء، ولكن مع الفارق وعكس تماما المنتخب البرازيلي. فمنتخب كرواتيا اللي كمان اتعادل في مجموعته مع منتخب بلجيكا وتعادل مع منتخب المغرب، يعني لو كانت فيها ضربات جزاء وإكسترا تايم كان زمانهم دخلوا برضه، ولكن بنفس الأسلوب بيخشوا قدام اليابان اللي بتعمل عليهم ماتش جبار جدا، ولولا الحظ وضربات الحظ زي ما بيسموها كان زمانهم خارج البطوله. فاللي يفرق كرواتيا عن مونديال 2018 اللي كله ظن ان الاسلوب ده هو الاحسن ليهم ان معدل الاعمار بتاعهم عالي جدا. فالنهارده انت بتلعب بواحد زي مودريتش اللي سنه 38 سنه، الراجل بيجي في الاكسترا تايم خلاص مش قادر، مع ان هو مسدد ضربات جزاء رقم واحد في المنتخب، ولكن لياقته البدنيه لا تسمح. واحد زي بيريسيتش نجم المنتخب اللي قدر يجيب لك هدف التعادل ايضا ما بيقدرش يكمل لبعيد حتى ضربات الجزاء، وبيخلص كل طاقته قبل ما نوصل للمرحله دي. النهارده كمان عنصر ناقص جدا في المنتخب وهو المهاجم، وهو يتمثل في مانزوكيتش الرجل اللي اعتزل دوليا، اللي من رايي خسر كتير جدا المنتخب الكرواتي عدم وجود هذا الراجل. يمكن نقطه قوه منتخب كرواتيا يتمثل في دفاعاتهم اللي هو جفارديول اللاعب اللي بينظر عليه كل انديه اوروبا دلوقتي، لاعب نادي ريد بول اللي بيتجه اليه دلوقتي ليفربول وبيتجه اليه توتنهام وبيتكلم عليه ريال مدريد وفرق كتيره جدا بعد ادائه المذهل في كاس العالم بص عليه بشراسه. اما اللاعب الثاني فهو ليفاكوفيتش الحارس مرمى اللي بينقذهم امام منتخب اليابان، الراجل اللي بيتالق سواء في دور المجموعات او بيتالق في دور الستاشر وبيعدي بيهم حتى الدور الثمانيه. ولكن هل يكمل منتخب كرواتيا بنفس اسلوبه وطريقته قدام البرازيل؟ اكيد هيلعب بنفس الاسلوب، واكيد هيتجه ان هو يقفل على منتخب البرازيل كل نقط قوته الهجوميه، ولكن الناحيه الثانيه هم عكس تماما الحاله البدنيه اللي المنتخب الكرواتي فيها، سواء بتتكلم على سن سواء بتتكلم على لعيبه مريحه تماما من ماتش سويسرا في دور المجموعات. فمنتخب
الكاميرون اللي لعبوه بلعيبه مختلفه تماما وريحوا كل نجومهم، وبرضه قدام منتخب كوريا اللي لعبت البرازيل تقريبا ريحت نفسها تماما بعد ما الشوط الاول قدروا يسجلوا فيه 4 اهداف. فمنتخب البرازيل اللي لو كان بينقصه حاجه واحده هو حسم الفرص الكتيره واللعب الممتع اللي بيعملوه في الملعب، وبيردوا عليك بمسج صريحه قدام كوريا ان احنا بنقدر نسجل 4 في شوط واحد فقط. مع رجوع لاعب زي نيمار كان فارق ايضا معاهم بعد اصابته، بيرجع الراجل اللي الناس كتير مش حاسه بقيمته مع المنتخب البرازيلي. لعيبه جامده جدا والشو جبار والاداء الصمبه المهولي اللي بيعملوه، ولكن نيمار في وجوده الاداء بيختلف ولاعب فعلا مختلف عن جميع ما حوله. منتخب البرازيل اللي مش بس متع الناس، هو بيفرد عضلاته. تلاقي انه المنتخب الوحيد في تاريخ كل كؤوس العالم اللي شارك ال 26 لاعب بتوعه، شارك 3 حراس سواء ايدرسون في ماتش الكاميرون او حتى ويفرتون امام كوريا عشان يقول انا عندي 26 لعيب جاهزين في اي لحظه. المنتخب اللي مش بس بيلعب كوره، لا ده كمان بيمتعك بالاجواء اللي حواليه، بجمهوره العظيم اللي مالي الاستاد، بالتشجيع طوال المباراه، بالرقص الصمبا اللي بيعملوه اللي اختلفت جدا مع روي كين على انتقاده ليهم على الرقص اللي بيعملوه بعد كل هدف. لا يا معلم، احنا في كاس عالم، وهي دي اجواء كاس العالم، وهي دي اجواء الاحتفالات اللي احنا مستنيين نشوفها. فالمنتخب البرازيلي اللي تحسه بيلعب بالكتالوج البرازيلي، في فتره كده عدينا على منتخب البرازيل كان بيكسب وخلاص، او كان بيحاول يقدم كره جيده ويكسب بدون متعه. لا، المنتخب البرازيلي كل حاجه ممتعه دلوقتي، الاداء ممتع، الحاله اللي فيها جمهور البرازيل والحاله اللي فيها الاساطير بتوع البرازيل، سواء لما بتتفرج في الاستاد تلاقي رونالدو وكافو وروبرتو كارلوس وريفالدو قاعدين، شيء يخليك تخاف وانت اصلا من اللعيبه اللي قاعده في الاستاد مش في الملعب. مع اللفته الانسانيه الكبيره جدا للاسطوره بيليه اللي بنشوفه طبعا في حاله صحيه يعني صعبه جدا ربنا يشفيه، ولكن تلاقي لعيبه البرازيل عايزه تقدم له حاجه وعايزه تجيب له البطوله المفضله قبل وفاته. لو بصيت على المنتخب البرازيلي مش هتلاقي عندهم نقطه ضعف واضحه وصريحه. يمكن الازمه الوحيده اللي عدى بيها منتخب البرازيل وهي اصابه اللاعب خيسوس البديل الاقوى لريتشارلسون. صحيح ريتشارلسون عامل بطوله جيده جدا ومنفجر مع المنتخب، ولكن ساعات كنت بتحتاج لاعب زي خيسوس بنشوفه بيتقدم في الشوط الثاني يديك حلول مختلفه، وانا شخصيا حزين عليه اكتر من البرازيليين حزنانين عليه. عندهم دول يا باشا كتير قوي بيلعبوا مش فارق معاهم، ده حتى البديل الثالث بيدرو اللي بيقولوا عليه منفجر في الدوري البرازيلي جاهز تماما ان هو يشارك في اي لحظه لو لا قدر الله ريتشارلسون حصل له اصابه. فبدون اي شك توقعي لماتش البرازيل وكرواتيا هيذهب الى المنتخب البرازيلي ويتعدى مرحله كرواتيا وينتهي حلم وصيف كاس العالم في دور الثمانية. اما لو جينا للمباراه اللي هتتلعب في نفس اليوم، المباراه اللي على الورق هي مباراه ناريه ما بين المنتخب الهولندي وما بين منتخب الارجنتين. فذكريات 98 بتوحوح حوالينا بذكريات بيركامب وترقيصته الايالة اللي بيقول لك دلوقتي ميسي عايز يرقص نفس الترقيصه لفان دايك، واحد من اقوى دفاعات العالم زي ايالة، والعكس الناحيه الثانيه بيركامب اللي كان من واحد من اقوى نجوم خط الهجوم في العالم كله قدر ان هو يعدي بالمنتخب الهولندي 2-1. فهل يحصل الصقر ولا لا؟ ده اللي عايزين نتكلم فيه. يوسفني اقول لك انك لو منتظر ماتش ممتع او منتظر ماتش هجومي وماتش فيه كوره جميله، احب اقول لك ان توقعي للماتش ده انه هيكون ماتش ممل جدا. فلو مسكنا المنتخب الهولندي على عكس كل السنين اللي شفنا فيها منتخب هولندا بهويته المعروفه الكوره الهولنديه زي ما بيقولوا، كوره كرويف والكوره الهجوميه الجميله الممتعه، ففان خال قدر ان هو يستوعب ان اللعيبه اللي معاه دلوقتي ما تقدرش تعمل ده، وهقدر اكسب باللي بلعب بيه وباللعيبه اللي عندي امكانياتها وعارفها كويس جدا. فلو بصيت من بره على التشكيل بتاع منتخب هولندا مش هتلاقي فيه نجوم كتيره ابرزهم هو فان دايك وديونج، ولكن غير كده كل الاسماء هي عاديه جدا، ولكن هما بيلعبوا باللي مطلوب منهم. المنتخب اللي بيلعب بالهجمه المرتده حتى امام امريكا لما قدر يفوز عليه في دور ال 16 بالثلاثه، فتخيل ان المنتخب الهولندي بيلعبوا عن طريق المرتدات. المنتخب اللي بيعتمد على التيم ورك اكتر، المنتخب اللي بيعتمد على ما عندناش نجم ولكن عندنا منتخب ماشيين بيه وكله بيشارك. تلاقي دامفرايز اللي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا على الاطراف، والناحيه الثانيه هتلاقي عنصر الخبره بليند، والخط الدفاعي اللي من رايي هو نقطه قوه المنتخب الهولندي اللي لحد دلوقتي صامد بوجود فان دايك وتيمبر واكي وطلوع دي ليخت بسبب بطئه في الخط الدفاعي. فبدون اي شك المنتخب اللي هيلعب بنفس اسلوبه امام الارجنتين انه يسلمهم الكوره ويستنى رده فعل سريعه جدا عشان يخطف هدف امام الارجنتين. على العكس تماما هتلاقي منتخب الارجنتين اللي بيعتمد على لمسه سحريه من لاعب فردي اسمه ميسي. ميسي اللي قدر يبهر العالم كله بعد اداء مهزوز في دور المجموعات، ولكن بيقدر ينفجر ويلعب اكنه في 2009
مع المنتخب الارجنتيني وسكالوني امام المنتخب الاسترالي، فبيقدر يفوز عليهم 2-1، ولكن مشاكله الدفاعيه هي مشاكل واضحه وصريحه لاي منتخب بيقدر يسجل امامه. شفنا اول الم بيتلقى سكالوني امام السعوديه في اول مباراه بعد ما فتح خطوطه تماما، وبعد ما قدر ان هو يسجل 3 اهداف اتلغى منهم 2 وقدر ان هو يجيب 1 بس، ولكن قدر ان هو يستكشف غلطاته بدري ويلم الموقف. وعجبني جدا سكالوني ان هو ابتدى يعدل من موقفه، ابتدى يشوف الغلطات اللي بيتعرض لها واللعيبه اللي مش نافعه معاه في الخطه وابتدى يغيرها. ابرز مثال لوتارو مارتينيز اللي قرر اللي هو لا انا مش هخش في معمعه هجوين تاني ونشيل الراجل ميسي في اخر بطوله ليه، فبيتجه على طول لجوليان الفاريز الراجل اللي بيبتدي مباراتين وبيسجل هدفين وبيثبت ان هو المهاجم الاحق انه يلعب جنب ميسي. واحد زي باريدز اللي كان بيلعب كوره واللي كان بطيء شويه في نص الملعب بيطلعه وبينزل انزو فرنانديز. واحد زي ماك اليستر ايضا اللي بيترمي في نص الملعب واللي بيبتدي يعتمد عليه بعد ما كان معتمد على لعيبه اتقل منه بكتير، مع رجوع لاعب زي ديماريا وهو عنصر فعال جدا ومهم جدا وتاني واحد على طول بعد ليونيل ميسي هيفرق مع المنتخب تماما في الحلول الفرديه. فالتماسك هو عنوان المباراه سواء مع فان خال ولاعيبته الجماعيه او مع الارجنتين اللي هيحاول على قد ما يقدر يتماسك ويعتمد على مزاج ليونيل ميسي عامل ازاي النهارده. يمكن الميزه الوحيده اللي هرميها على منتخب هولندا هو عدم الضغوطات اللي عليه، الناس مش مستنيه حاجه من منتخب هولندا بالاسماء اللي موجوده، هو منتخب يعني انتقالي كده للفتره اللي جايه. اما ميسي فالضغط اكيد هيكون عليه اعلى، هو منتخب الارجنتين اللي بيمثل اخر بطوله ليه واللي الكل اللعيبه بتحاول تلعب للراجل ده، ممكن تكون ميزه وممكن تكون عيب في نفس الوقت، ولكن توقعي في الاخر يذهب الى الارجنتين وتفوز على منتخب هولندا ويقدر ميسي يوصل لدور الاربعه. اما تاني يوم فهيكون عندنا ملحمه المنتخب المغربي اللي شرف جميع الامه العربيه ويكون اول منتخب يوصل للدور ده في تاريخ كاس العالم كله امام منتخب البرتغال. وخلينا امسك لك منتخب المغرب قبل ما اخش على معضله البرتغال عشان عندنا كلام كتير نتكلم فيه عن كريستيانو رونالدو بالتاكيد، ولكن المغرب اللي لو سالنا سؤال واحد بس بيدور حوالين كل الناس في مخها، هل قدر المغرب انها توصل الى نصف النهائي في كاس العالم؟ وهنا ابتدي لك بكلام وليد الركراكي اللي قال لك قبل ما البطوله تبتدي انا بحلم بوجودي في نهائي كاس العالم وبحلم ليه لا ان انا ما افوزش بالبطوله، ومع الوقت بتبتدي تكتشف انه والله ليه لا، المنتخب اللي شفنا منه معجزه بتحصل، بيكسب منتخب بلجيكا المصنف تاني على العالم، بيكسب منتخب كرواتيا وصيف البطوله وبيتاهل اول مجموعته، وبيطلع منتخب اسبانيا اللي عارف ان ناس كتير بتتريق على كلامي ولكن انا اشوفه اكتر منتخب عنده هويه وصعب جدا انك تلعب امامه. ولكن الركراكي اللي من رايي مع كل النجوم وكل الابداعات اللي بيقدمها المنتخب المغربي من نجومه، ولكن هو النجم الاول، هو اللي عارف ازاي يلعب كل منتخب بطريقته المختلفه، هو الراجل اللي بيعرف ازاي يحفز لعيبته وحل كل مشاكله النفسيه قبل ما تكون فنيه. المنتخب اللي ما تاهلش عن طريق الصدفه لما تبص على شكله الدفاعي تلاقيه اقوى منتخب في البطوله لحد دلوقتي، ما دخلش فيه غير هدف واحد فقط واون جول كمان في نفسهم امام المنتخب الكندي. ولو جينا للعيبه العناصر المهمه جدا ابرزها ياسين بونو الراجل اللي كنا قلقانين من ثقته العاليه جدا اللي نفعتنا في الاخر وفعلا اثرت جدا في ضربات الجزاء وانقذ منتخبه واهله. واحد زي اشرف حكيمي اللي بيتحمل على نفسه وبيلعب وهو مصاب في البطوله ومع ذلك بتخش تشوف ثقته العاليه جدا في نفسه انه يخش بانينكا يخلص على منتخب اسبانيا في اخر ضربه جزاء. واحد زي امرابط اللي لو اتكلمنا عن افضل نص ملعب لحد دلوقتي او لاعب رقم 6 في البطوله فعندك كاسيميرو وعندك ديكلان رايس وفوقيهم امرابط باميال. اما لو اتكلمنا على الارقام داخل الملعب فبتتكلم على لاعب قدر يجري 15 كيلو في 30 متر فقط في المباراه. بنشوف لعيبه بتجري بالمعدل ده ولكن في المساحه الصغيره جدا، ده يثبت لك قد ايه الراجل ده محارب وعنصر مهم جدا في نص ملعب المنتخب المغربي. النهارده الراجل ده من وجهه نظري صعب يبقى في فيورنتينا، مش حتى للصيف، لا ده في يناير ليفربول بتتكلم عليه وتوتنهام بتتكلم عليه بشده حتى من الصيف اللي فات. المهارات الغير طبيعيه سواء في نص الملعب من النواحي او بوفال على الجبهه الشمال كلها عناصر تقدر تهد اي منتخب يلعبوه بدون اي شك. ولكن نيجي للنقط السلبيه او نيجي للنقط اللي خايفين منها جدا امام المنتخب البرتغالي. اولها هو عنصر التعب، المنتخب المغربي بيلعب 120 دقيقه امام منتخب صعب جدا اللعب امامه وبينهك صحتك البدنيه بطريقه لعبه اللي تنهك اي منتخب مش منتخب المغرب فقط. ثانيا الاصابات، انت بتتكلم دلوقتي ان اجرد المدافع الجيد جدا اللي محافظ لك على شكلك الدفاعي بالارقام زي ما اتكلمنا ايضا اتصاب، رومان سايس اللي ايضا بيتصاب ومرابط اللي بيتحمل على نفسه هما الاثنين وبيكملوا اللقاء بالعافيه، ده غير اصلا ان اشرف حكيمي بيلعب بنص طاقه ان هو مصاب من الاول وبيتحمل على نفسه، فكل الظروف الحقيقه صعبه جدا في مواجهه البرتغال. ومن هنا لو جينا للمنتخب البرتغالي فبنتكلم على شكل مختلف تماما وفريق مختلف تماما واسلوبه مختلف تماما عن منتخب اسبانيا، فمنتخب الاسباني اللي بياخد اطول طريق عشان يوصل للمرمى عكسه تماما هتلاقي منتخب البرتغال
البرتغال اللي بيحتاج فقط 4 كرات عشان يوصل للمرمى عشان يكون اسرع فريق بيقدر يوصل ويسجل اهداف. ومن رايي اخطر كور قدر يوصل بيها منتخب اسبانيا لما كان بيوصل بشكل سريع او كان بيضرب الكور في ظهر المدافعين المغاربه، وده الشكل الاساسي اللي بيعتمد عليه سانتوس في لعب المنتخب البرتغالي السريع جدا، اللي ابرز ما احتاجه عشان ينفذ ده هو خروج كريستيانو رونالدو ونزول جونزالو راموس. طبعا هجيلك عند تبديلة رونالدو اللي وقف عليها العالم كله، مش بس يعني العالم العربي او البرتغاليين، ولكن هو مش بس يا جماعه غير رونالدو، هو اتجه كمان انه يغير لاعب مهم جدا اسمه روبن نيفيس في نص الملعب، ويبتدي ايضا ينزل اوتافيو وبرناردو اللي بيعتمدوا على السرعه اكتر بكتير من لاعب بيقف على الكوره. ومن هنا نسال السؤال الخطير، هل فعلا تحسن شكل المنتخب البرتغالي بشكل افضل بكتير بعد ما خرج كريستيانو رونالدو بالاختيار مش بس ان هو عنده اصابه؟ ويؤسفني اقول لك مع اني عارف اني هتهاجم جدا من عشاق كريستيانو رونالدو، ان المنتخب البرتغالي استفاد جدا بخروج رونالدو خارج الملعب. فالنهارده سواء بالارقام او بالشكل الناس ما بقتش عارفه تتكلم في وجوده على الدكه. النهارده الراجل بينزل بجونزالو راموس، الراجل اللي بيستفاد منه سواء بمعدل سنه الصغير جدا 21 سنه ضد لاعب عنده 38 سنه، فطبيعي جدا مش عيب في رونالدو، ولكن لو انت بتعتمد على السرعات فمنظومه البرتغال ما تنفعش كريستيانو رونالدو. فاللاعب الموهوب جدا اللي سجل 9 اهداف في 11 مباراه في الدوري البرتغالي وعنده هدف في الشامبيونز ليج قدر يحرج الجميع بتسجيله مش هدف واحد لا 3 في اول مباراه ليه، ويسجل هاتريك في يعني حراك كبير جدا. ومن هنا نسال السؤال، طب هل افيد لرونالدو وجوده على الدكه ولا افيد بس المنتخب البرتغال؟ ويؤسفني ايضا ان اقول لك ان لا، هو افيد للاثنين. افيد لرونالدو جدا بعد اللي عمله جونزالو راموس بعد ما سجل 3 اهداف انه ما يضغطش على نفسه وينزل بضغوطات كبيره جدا، ان انت منتظر ان الراجل ده يسجل اهداف على طول لو قعدت جونزالو راموس الناحيه الثانيه. في المقابل مع السن الكبير في اخر كاس عالم ليك انك تلعب لمده 3 ساعه وانت نازل فت واللعيبه بتاعه الخصم بتبقى تعبانه افيد لرونالدو بكتير. شفناه امبارح امام المنتخب السويسري بيقدر ينزل في خلال 3 ساعه بيسجل ولكن بتتلغي عن طريق الاوفسايد، فهتخف الضغوطات على نفسك، المنتخب البرتغالي هيقدر يلعب بالطريقه اللي مش نافع فيها كريستيانو رونالدو. وفي الاخر لو فكرت ال 30 ثانيه هل افيد لكريستيانو رونالدو ان هو يكون متواجد وشكل الفرقه يبقى بايظ، ولا يتوج في الاخر كريستيانو رونالدو بمشاركه بسيطه جدا مع المنتخب بكاس العالم؟ اكيد رونالدو هيختار التتويج وهو كابتن الفريق انه يرفع البطوله في الاخر. محدش بعد كده في التاريخ هيقول لك اصل رونالدو كان قاعد وبينزل للشوط الثاني او بينزل لمده ربع ساعه، لا ده حاجه هتتكتب له في تاريخه هو يتمناها قبل اخر كاس عالم ليه. المنتخب البرتغالي اللي شخصيا بيفاجئني جدا امام منتخب عنيد على قد ما كان قوه منتخب البرازيل في هجومه، الا ان المنتخب البرازيلي عانى امامه وقدر يسجل في اخر الدقائق امام كاسيميرو. فانت النهارده انك تسجل 6 اهداف امام المنتخب ده في دور 16 كمان ماتش اهم بكتير، ويبقى عندك على الدكه واحد زي كريستيانو رونالدو وواحد زي لياو اللي ايضا مش فاهم هو ازاي ما بيعتمدش عليه، سواء انت بتعتمد بقى على السرعه فهو مثال للسرعه والحيويه والمعدل الصغير، ومع ذلك كل ما بينزل كل ما بيسجل. لياو نزل في ماتشين وسجل في الهدفين بتوعه. فانت عندك دكه محترمه جدا، عندك سكواد مرعب جدا بيتقدم في البطوله وبيزيد شراسه ماتش عن ماتش. اما لو جيت للجانب الدفاعي فاكيد الجانب المتماسك جدا لحد دلوقتي بيلبس اهداف في دور المجموعات، بيخسر امام كوريا وبيسجل امامه منتخب غانا 2 بعد ماتش اول كان في دور المجموعات، ولكن تسمحوا لي لازم احيي اللاعب بيبي بغض النظر عن روبن دياش اللي عامل بطوله جيده، ولكن انك تلاقي لاعب في سن ال40 بيلعب في كاس عالم بالشكل الرجولي جدا ده وبيسجل هدف في الماتش اللي فات زي الثلاجه بيطلع يضرب لك راسيه، ده شيء الحقيقه قيادي جدا. فخلينا نقول ان المنتخب البرتغالي محتاج كل عناصره، كريستيانو رونالدو اكيد دوره مهم جدا جوه الملعب، واكيد دوره من رايي هيبقى اهم كمان خارج الملعب وفي غرفه خلع الملابس. النهارده سانتوس بيتسال على عقاب كريستيانو رونالدو بما فعله في الماتش اللي فات انه اعترض بوجوده على الدكه وان هو مش بادي المباراه، قال لك مستحيل اقدر اكلم راجل قدم يعني بلاوي للمنتخب معايا وطول عمره كان مثال للاحترام وللادب وللنظام في المنتخب البرتغالي. اكيد انا مع رونالدو ان الوضع حرج واكيد ان اللاعب ده يتمنى تواجده في المباراه، ولكن صدقوني لو حسبتوها بدماغكم هتلاقوا ان افيد للطرفين ان رونالدو يكون قاعد على الدكه خصوصا في الماتش اللي جاي. اما لتوقعاتي للمباراه الصعبه جدا على منتخب المغرب، تمنياتي اكيد هتروح للمغرب ولكن توقعاتي هتروح للمغرب برضو. معرفش والله يا جدعان حاسسها كده بقى، ما دام هي بقى ماشيه معاهم انا حاسس انه هيكون اول منتخب باذن الله يوصل للسيمي فاينل بمعجزه باسلوب بقى دفاعي بضربات جزاء تاني. قلبي بيقول لي ان هتحصل المفاجاه ويطلع منتخب البرتغال منتخب المغرب. اما الملحمه الاخيره فهي من رايي المباراه الاقوى في دور الثمانيه ما بين المنتخب الفرنسي بطل العالم ومنتخب انجلترا الصامت جدا والمفاجئ جدا من رايي لحد دلوقتي. فلو ابتدينا ببطل العالم
فبسم الله ما شاء الله ما عندوش مشاكل، تحس ان كل خطوطه متماسكه ومتناغمه، سواء خط دفاعهم اللي بيتميز جدا بعنصر الخبره فاران وجنبه اوباماكانو وجنبهم كمان كوندي اللي بيتحول الى قلب دفاع ثالث مع الصدفه في وجود تيو اللي يتحول الى يعني عنصر فعال جدا في الخط الهجومي وبيقلب ورا الى ثلاثي دفاعي. تيو اللي مش بس نافع المنتخب هجوميا، لا ده كمان مخلي واحد زي مبابي ينفجر ويبقى عنده مساحات ويطلع كل قدرته الهجوميه الابداعيه في المونديال لحد دلوقتي، يكونوا افضل لاعب من رايي في المونديال. واحد زي جيرو بالاقدار باصابه بنزيما بينزل الراجل بياخد ثقه ويصبح الهداف التاريخي وبيجيب لك كل ماتش هدف تقريبا من نص فرصه، مش محتاج فرصه واحده. الثنائيه الجباره مع اعتراضي مع لاعب زي رابيو ولكن بيقدم مستوى جبار تحت ديشامب، وثنائيته مع تشاوميني اللي من رايي عاملين ثنائيه لا تقل بالمره عن بوجبا وكانتي. ولو تسالني عن اهم عنصر انا شخصيا اتفاجئت بيه في منتخب فرنسا والدينامو بتاع كل المنتخب، هو اللاعب جريزمان اللي مضحي بكل حاجه في سبيل المنتخب، الراجل اللي بيحرك كل اللي حواليه، حتى ديمبيلي الراجل اللي بيقدم مستويات مهزوزه مع برشلونه ماتش او ماتش لا، تحسه بنسخه المنتخب الفرنسي غير تماما، حتى بسم الله ما شاء الله الاصابات لم يتعرض لحد دلوقتي لاصابه. وعجبني جدا ديشامب اللي السنه دي تخلى عن افكاره في 2018 برغم الفوز بالطريقه الدفاعيه وان هو هيقفل ويلعب بالهجمات المرتده، الا ان زي ما بقول لك الظروف حطته في خانه المنتخب الهجومي، مع عامل مهم جدا وهي خبره كاس العالم والايجو اللي بقى فيها لعيبه منتخب فرنسا بالفوز بالبطوله وهم داخلين ابطال النسخه السابقه، يخلي اكيد اي حد يفكر ان منتخب فرنسا هو المرشح الاول ايضا بجانب البرازيل انه يتوج بالبطوله. ولكن الاقدار بتلبسهم في منتخب انجلترا، المنتخب اللي بسميه هو اكتر منتخب صامد وسوليد في البطوله، منتخب لم يتخيل الجميع ان ساوث جيت باختياراته العجيبه بادائه اللي كان مهزوز جدا في الماتشات الوديه او في التصفيات انه يقدم بطوله لحد دلوقتي جيده جدا بدون اي مشاكل. صحيح اتعرض لتعادل وحيد امام امريكا كان شكله سيء جدا فيه، ولكن كان مبهر جدا في جميع ماتشاته الثانيه، فبيكسب ايران بالسته، بيكسب ويلز بالثلاثه، بيكسب السنغال بالثلاثه، هو اقوى خط هجومي في المونديال لحد دلوقتي. حتى التغييرات اللي فادت جدا ساوث جيت اللي اتفاجئنا بيها وممكن تكون قدريه زي رحيم ستيرلينج اللي تعرض لمشكله مع بيته في انجلترا وتسببت ان هو يرجع ويسافر، وواحد زي فيل فودن يلعب مكانه، ومن رايي ده مش محتاجه مشكله عشان تلاعب فودن على ستيرلينج، واحد زي ساكا اللي بيتالق جدا وبيسجل لحد دلوقتي 3 اهداف، حبيب ابوه اللي مشعل الدنيا قمر وجميل، واحد زي هاري كين عنصر الخبره والمهاجم الفتاك ضد اي دفاعات هيلعبها سواء كانت مين، مع لعيبه نص الملعب بغض النظر عن هندرسون ولكن بيلينجهام اللي واخد حقه وديكلان رايس اللي ناس كتير ما بتتكلمش عليه. فلو اتكلمنا عن كاسيميرو ومرابط، ديكلان رايس يتحط في نفس الخانه من اللعيبه السته الممتازه جدا في البطوله السنه دي. حتى لو بصيت لدفاعات انجلترا فلحد دلوقتي هي متماسكه جدا، ووكر الناشف جدا اللي هيلعب على امبابي اللي اتكلم وقال انا مش الوحيد اللي هوقف امبابي، احنا بنلاعب منتخب كامل ومنتخب انجلترا ايضا كامل هيحاول يوقف كل خطوره لعيبه منتخب فرنسا. سبحان الله تلاقي ماجواير مسترجل جدا وبيقدم اداء بغض النظر عن التشكيله اللي قلنا ان هو بيبقى افضل فيها بالثلاثه ورا، حتى في الاثنين ماجواير شكله نسخه مختلفه تماما تحت ساوث جيت مع المنتخب الانجليزي. وزي ما اتكلمنا عن خبره المنتخب فرنسا في كاس العالم ان هو يبقى بطل هذه البطوله، زي ما اكلمكم عن خبره ايضا المنتخب الانجليزي والايجو اللي بقى عندهم انهم يوصلوا لفاينل يورو وانهم يوصلوا ايضا للمربع الذهبي في مونديال 2018، فكل دي خبرات بتتكون للعيبه الانجليز. ماتش صعب جدا مش متوقع له اي حاجه، ولكن لو تسالني انا عن توقعي الشخصي في ماتش هيبقى الاحلى، ما اعرفش بحس ان المنتخب اللي هو كله مبصص عليه زي فرنسا والابداع اللي بيقدمه مبابي هيجي مع منتخب خصوصا لو كان منتخب كبير هيقع في مفاجاه كبيره، وعشان كده بتوقع المنتخب الانجليزي يحقق المفاجاه ويطلع منتخب فرنسا ويصعد الى دور الاربعه. وبكده يبقى عندنا مواجهات ناريه بناء على توقعات الموريسيو، فالمنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الارجنتيني في كلاسيكو العالم وكلاسيكو كرة القدم زي ما بيسموه، مش بس كلاسيكو الكرة اللاتينية. في الناحية التانية هتلاقي منتخب انجلترا بيواجه منتخب المغرب في دور نصف النهائي، ويا لهوي على الدور ده لو حصل. قولوا لي انت توقعاتكم، دي كانت توقعاتي الشخصية المبنية على احساسي فقط، كل الفرق اللي وصل لحد دور الثمانية عندها فرصة بالتتويج بالبطولة، فسيبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات على مين الفرق اللي هتتأهل إلى دور نصف النهائي، وتقولوا لي رأيكم يا جماعة في الحلقات اللي بنقدمها في رزع المونديال على مدار البطولة سواء فلوجز أو سواء حلقات عادية. صحيح، وتقولوا لي رأيكم في التوقع الذهبي ده 6 صور من ورا من اصل الثمان منتخبات في دور الثمانيه كنت متوقعهم وحاططهم ورايا في الديكور عشان اللي قعدوا يتريقوا على ساكا اهو 3 اجوان، ها 3 اجوان يلا. واكيد بفكركم بالراعي الرسمي للحلقات كلير، الشامبو رقم 1 في مصر وفي العالم كله، اللي هنعمل فلوج خطير جدا مع الفائزين في مسابقه الاسطوره والاحتفال بالاسطوره في اخر مونديال ليه كريستيانو رونالدو. وبس يا رزيع اشوفكم على خير، وكفايه رزعه قوي لحد كده.